الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي على تكثيف الجهود المشتركة بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الفرنسي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفرنسي حرص على توجيه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقية الذي تقدم بالتهنئة للرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن رئيس تيار الحكمة العراقي ثمن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. ومن جانبه توجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. استشهد ما لا يقل عن 18 مواطنا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما دمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل في خان يونس. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس قد تعرض للقصف. يأتي هذا فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك صعوبات بالغة في توزيع المساعدات على النازحين في غزة جراء انقطاع الاتصالات، مؤكدا تعرض الطواقم الطبية لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن بعض طواقم مركز إسعاف جباليا بعد تعذيبهم، مشيرا إلى أن مستشفى الأمل في خان يونس بجنوب القطاع يقدم الخدمة الطبية وبداخله 14,000 نازح. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات العسكرية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول المصلين للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة للأسبوع 11 على التوالي، وقالت إن سلطات الاحتلال تستغل الانشغال بحرب الإبادة في غزة لفرض المزيد من التدابير العنصرية لتكريس التقسيم الزمني للمسجد. كذلك اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يتعمد ضرب صورة السلطة الوطنية الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها لتسهيل ضم الضفة وتقويض حل الدولتين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده مستعدة لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 شريطة أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بالقوانين والقرارات الدولية. يأتي هذا فيما تشهد المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وإسرائيل تصعيدا عسكريا متفاقما منذ 7 أكتوبر الماضي. غادر آخر من تبقى من القوات الفرنسية التي كانت قد نشرت في النيجر للمساهمة في مكافحة تمرد مستمر منذ 10 سنوات في منطقة الساحل الإفريقي. ووقع الطرفان في نيامي عاصمة النيجر وثيقة إنهاء التعاون العسكري رسميا بين فرنسا والنيجر. وجاء القرار عقب انسحاب كامل من مالي تم في أغسطس عام 2022 وإنهاء التعاون العسكري مع بوركينا فاسو في فبراير في وقت واجهت فيه الدولتان زيادة في هجمات الإرهابيين.
نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي بسنت شهاب الدين. إلى اللقاء.